ذوقي ذكي الخاص بتوت عنخ. اوعى تصدقوا كلام البنت دي لانها بتهبط طبعا، والغريبه بقى انها مش متخصصه في الاثار وطالعه تقول اي حاجه. تعالوا بقى نشوف كلامها ونرد عليه واحده واحده. تفتكروا ده ايه؟ ده واقي ذكي الخاص بتوت عن خامه. انا راضي ذمتكم، كل ده واقي ذكري ليه يعني؟ دقوه في المقبره بتاعته. يمكن دي المعلومة الوحيدة في الفيديو كله اللي قالتها صح. هو فعلا هوارد كارتر لقى القطعة دي في مقبرة الملك توت عنخ آمون سنة 1922، يعني كانت القطعة دي من ضمن محتويات مقبرة توت، وكان بيحتوي على بقايا الحمض النووي. طب يعني ايه بقى بقايا الحمض النووي اللي هي بتقول عليه ده؟ انا نفسي افهمها بصراحة يعني. وايه اللي جاب الحمض النووي في الواقي الذكري بتاع الملك زي ما هي بتهبد وتقول؟ مصنوع من الكتان الناعم المنقوع في زيت الزيتون، وليه رباط يربطه حوالين وسطه. دي بقى اكبر هبدة في التاريخ. ازاي واقي ذكري والمفروض ان الوظيفة بتاعته انه يمنع الحمل ويكون مصنوع من الكتان اصلا؟ الكتان ده اصلا مادة بيسمح انه يتسرب من خلاله اي سائل، يبقى ازاي بقى هيمنع الحمل او انه يكون واقي ذكري؟ هو اقدم كوندوم معروف في الوجود، وعلى فكرة تقدروا تزوروا بنفسكم، موجود في المتحف المصري القديم، ممكن تروحوا تشوفوه. لو مش عارفة حضرتك تعالي لسرداب الملك وهو يقولك ويوضح لك القطعة دي كانت ايه بالظبط. لكن كفاية هبدأ الله يكرمكم. الأول لازم نأكد ان كل اللي اتقال عن القطعة دي من المتخصصين في علم الآثار وعن استخدام القطعة دي كمان كلها مجرد تكهنات وآراء مش أكيدة. فازاي انت بقى ومش متخصصة كمان أكدتي ان القطعة دي واقي ذكري؟ طب ليه بقى علماء الآثار ما عندهمش أي تأكيدات عن استخدام القطعة دي كان إيه بالظبط؟ لأن ما فيش أي نقوش في المقبرة أو على القطعة نفسها وضحت لنا الملك توت عنخ آمون كان بيستخدم القطعة دي في إيه بالظبط؟ وهل هو كان بيستخدمها وهو عايش في الدنيا، ولا دي حاجة المفروض كان هيتم استخدامها في الحياة الأخرى؟ المتخصصين حطوا أكتر من رأي ليهم عن استخدام القطعة دي، لكن كلها زي ما اتفقنا آراء مش مؤكدة بنسبة 100%. بس للعلم بقى محدش منهم جاب سيرة خالص إن القطعة دي تم استخدامها كواقي ذكري، وده بقى لأكتر من سبب. الأول إن حجم القطعة دي كبير قوي على إنه يكون واقي ذكري، وتاني حاجة إن القطعة دي مصنوعة من الكتان فما تنفعش برضو إنها تكون واقي ذكري. وبعدين واقي ذكري إيه ومنع حمل إيه بس اللي هي بتقول عليه ده؟ المصريين القدماء كانوا معروفين جدا انهم عندهم ابناء كتير، وده راجع لمواريث شعبية ومعتقد ديني في الديانة المصرية القديمة. يكفي ان اقول لك ان ملك زي الملك رمسيس الثاني كان عنده اكتر من 100 ولد وبنت من الابناء. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا نعمة الاطفال دي هي من اعظم النعم، وكان عندهم حكمة بتقول ان الالهة بتبتسم للبيوت اللي فيها اسر كبيرة، والعكس بقى ان الالهة بتتجهم في وجه البيوت اللي بتخلو من الاطفال. فبلاش بقى تسمعوا للهبد الكتير اللي بتهبده الاستاذة دي، وتعالوا بقى لسرداب الملك وهو هيقول لكم عن المعلومة الصح عن الحضارة المصرية القديمة. عارف انك هتسألني دلوقتي امال اللي قدامنا ده ايه بالظبط؟ ايوه كده، تعال اسأل وسرداب الملك هيجاوبك ان شاء الله. اللي قدامك ده في اغلب الظن عبارة عن جراب او حامل للعضو الذكري للملك، وكان جزء من الملابس بتاعته، وكان بيتم استخدامه اثناء تأدية طقوس دينية معينة، او ممكن برضو كان بيتم استخدامه في الحياة اليومية العادية. وفي رأي تاني بقى وده اللي انا بميل ليه، وهو ان الملك توت عنخ آمون كان مصاب بمرض سلس البول، وعلشان كده كان بيلبس البتاع ده. فسرداب الملك بقى بيقول لكم اللي قدامكم ده مش الواقي الذكري بتاع توت، وده علشان الناس اللي بتقول معلومات مغلوطة على السوشيال ميديا. والسلام عليكم.